لحديث استسقاء عمر بالعباس رضي الله عنهما، يحتجون على جواز التوسل بالأشخاص وحقهم وحرمتهم بحديث أنس رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، قال فيسقون. قال طبعا بيفهموا إنه ونتوسل إليك بعم نبينا يعني بذاته هو، ده الفهم الأول، وده اللي حيناقشه الشيخ الألباني هسه، بجاه العباس أو بمكانته أو بذاته. الفهم الثاني واحد يفهم إنه لما تقول له دعاء غير الله شرك، يقول لك لا عمر توسل بالعباس، ده ما عنده علاقة بدعاء غير الله، صحيح ولا ما صحيح؟ الحديث ده في التوسل، لكن يتنوع بالتوسل، توسل بدعاء العباس ولا توسل بجاه وذات العباس، ده اللي حيناقشه الشيخ الألباني الآن. لكن كونه إنه الحديث ده قال تدعو الميتين ما في أصلا، برد عليهم لأنه قال كنا نتوسل إليك بنبينا، فلما مات بقى توسل بمنه؟ بالحي، الحي العباس. فلو كان فيه دعاء غير الله ما كان جابوا العباس، كان دعوا النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما مات، والموضوع انتهى. نعم. قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى: ونحن والمخالفون متفقون على أن في كلام عمر رضي الله عنه كنا نتوسل إليك بنبينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا شيئا محذوفا لا بد له من تقدير. صحيح، لازم هم لازم يتفقوا معنا، لا يقولوا نتوسل إليك بنبينا والآن نتوسل إليك بعم نبينا، بيقولوا بجاه النبي وبجاه العباس أو ذات النبي أو كذا، عندهم هم ذاتهم شيء محذوف، ونحن عندنا شيء محذوف، نحن عندنا دعاء نبينا والآن نتوسل إليك بدعاء عم نبينا العباس، وهم عندهم الجاه. نعم. وهذا التقدير إما أن يكون كنا نتوسل إليك بجاه نبينا وإنا نتوسل إليك بجاه عم نبينا، وهذا على رأيهم، ده على رأي الصوفية، على رأيهم هم. نعم. أو يكون كنا نتوسل إليك بدعاء نبينا وإنا نتوسل إليك بدعاء عم نبينا، وهذا على رأينا نحن. نعم. ولا بد من الأخذ بواحد من هذين التقديرين. ما في احتمال غير كده صح؟ نعم. ما في. نعم. ليفهم الكلام بوضوح وجلاء. الكلام بوضوح وجلاء. ولا شك أن التوسل هنا كان بدعاء العباس لأمور عدة. أولاً قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وقد بين الزبير بن بكار توسلنا كان بدعاء العباس، ليه؟ لأن الحافظ ابن حجر نقل عن الزبير بن بكار في كتابه الأنساب، الأنساب ده كتاب الزبير بن بكار، نقل عنه زيادة من الحديث ذاته، في رواية فيها زيادة، لما عمر قال ونتوسل إليك بعم نبينا العباس، قام العباس عمل حاجة، ما قعد سائل أنه توسل بجاهه، عمل حاجة، الحاجة العملة دي بتورينا أن التوسل كان بشنو؟ بجاه العباس ولا بدعاه؟ نشوف عمر شنو العباس. نعم. وقد بين الزبير بن بكار في الأنساب صفة ما دعا به العباس فيها، صفة ما دعا به العباس في هذه الواقعة والوقت الذي وقع فيه ذلك، فأخرج بإسناد له أن العباس لما استسقى به عمر قال، يعني لما عمر قال ونتوسل إليك بعم نبينا، ها قام العباس طوالي قال شنو؟ فهم شنو ذات من كلام عمر ونتوسل إليك بنبينا، في من التوسل بالجاه ولا بالدعاء؟ لو في من التوسل بالجاه كان العباس قعد ما عمل أي حاجة، ما توسل بجاهه خلاص وبذاته الموضوع انتهى، لكن لما عمر قال ونتوسل إليك بعم نبينا اللي هو العباس، العباس طوالي عمل له حاجة، ودي هي القصد عمر، وفهموها الصحابة كلهم. ها الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. فإذا تحفظ هذا الكتاب كرر أقرأه كثير، وأمشي أعمل له نصائح في المساجد اللي عندك جنبك، بتلقى نفسك شنو؟ والحقيقة تكون تعلمت وعلمت الناس وحفظت. السلف قالوا كنا نستعين على الحفظ بالتبليغ أو بالبلاغ، يعني تبلغ الحاجة اللي حفظتها
بتثبت عندك طوال. وممكن تقسمه برضه، ممكن تقسمه في عدة نصائح أو عدة خطب تتكلم، تقسمه كل مرة تجيب شبهة وشبهتين وترد عليهم، تحفظ لك شبهة شبهتين وترد عليهم، بعشان تلقى نفسك حفظت الكتاب كله، الشبهات كلها والأدلة الصحيحة اللي فيه كلها. دي طريقة سهلة لحفظ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف: ولا شك أن التوسل هنا كان بدعاء العباس لأمور عدة. أولا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وقد بين الزبير بن بكار في الأنساب صفة ما دعا به العباس في هذه الواقعة والوقت الذي وقع فيه ذلك، فأخرج بإسناد له أن العباس لما استسقى به عمر قال: اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب. نعم، يعني عمر بن الخطاب قال لما قال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، العباس طوالي قام شنو قال؟ اللهم، يعني عمر شنو يا جماعة؟ دعا الله. إذا كلام عمر وإنا نتوسل إليك بعم نبينا المحذوف شنو؟ دعاء. التقدير وإنا نتوسل إليك بدعاء عمي نبينا. نمرة اثنين، معناته التوسل اللي كان متوسله بالرسول برضو صلى الله عليه وسلم كان توسل بدعاء الرسول برضو، ما بيجاه إنما بدعاءه. ليه؟ لأن عمر ترك التوسل اللي كانوا بيفعلوه بالرسول بعد ما الرسول توفى، ولجأ يتوسل بالعباس، فعلم إنه التوسل اللي كان حاصل بالرسول اتعذر وامتنع بعد وفاة الرسول. فإذا كان التوسل بالجاه بجاه الرسول ما يمتنع، لأنه جاه الرسول في حياته وفي بعد وفاته عند الله أعظم جاه، صحيح ولا ما صحيح؟ ما كان حيمتنع. إذا نوع التوسل كان متوسل له ما بجاه، نوع من التوسل ما يستطاع إلا بالحي، وهو التوسل بدعاء الرجل الحي، الرجل الصالح شنو؟ الحي. عشان كده عمر ترك التوسل بالرسول، قال كنا نتوسل اليك بالنبي فتسقينا. يبقى الان ما بنقدر نتوسل بالنبي. ليه؟ لانه التوسل كان الرسول بيدعو لهم بالدعاء، بعد وفاته ما بيجوز، ما ممكن ثاني يدعو لهم. نعم. قال اللهم انه لم ينزل بلاء الا بذنب ولم يوشف الا بتوبه. ده الدعاء، ده صفه ما دعا به العباس. اذا التوسل كان بشنو يا جماعه؟ بجاه العباس ولا بدعاءه؟ بدعاء. دي من أقوى الأدلة. تحفظ الأثر ده، الرواية الإمامة دي التي رواها الزبير بن بكار في كتابه الأنساب، ونقلها عنه ابن حجر في فتح الباري. نعم. وقد توجه القوم بي إليك لمكان من نبي. نحن ما دارين بقى إن شاء الله بعد الشبهات دي تاني يكون الصوفية عندهم أي شبهة يقدر يفكوها في أي محل في السودان، أي محل، وما شرط إلا أمشي أنا ولا أمشي شيخ أبو بكر ولا أمشي شيخ أحمد البدوي ولا كده، كلكم يصوف فك شبهات في المسجد الفلاني طوالي، تدور تمشي هناك، تركب مواصلات، تمشي بحمار، تمشي برجلينك، تركب موتر عربية، المهم اللي بتتيسر السهلة بس وتصل هناك، ما تخلي لأي شبهة لا. ودي أقوى شبهات عندهم في موضوع التوسل. وهذه أيدينا إليك بالذنوب ونواصينا إليك بالتوبة فاسقنا الغيث، فأرخت السماء مثل الجبال حتى أخضبت الأرض وعاش الناس. فهذه الرواية أقوى حجة على أن التوسل كان بدعاء العباس لا بجاهه، وهذا يدل أيضا على صحة تقديرنا للمحذوف، وهو تقديرنا نحن قدرنا شنو هلا السنة؟ إنه التوسل كان بشنو؟ بدعاء. كان بالدعاء. نعم. كنا نتوسل إليك بدعاء نبينا، وإنا نتوسل إليك بدعاء عم نبينا. وكذلك حذف عمر له دليل على معرفة الصحابة
كلهم على أن التوسل يكون بذلك. أيوة ليه عمر؟ عمر قال اللهم كنا نتوسل إليك بنبينا. توسل بالنبي كان كيف؟ جبريل. ذكرنا قصة الأعرابي يوم الجمعة والنبي عليه الصلاة والسلام قائم يخطب على المنبر، فالأعرابي يتوسل بشنو؟ قال فادعوا الله لنا، فادعوا الله لنا. توسل كان بدعاء الرسول. والآن لما عمر قال كنا نتوسل إليك بنبينا، الصحابة قالوا فيهم أن التوسل كان بشنو؟ كان بدعاء النبي. وإنا نتوسل إليك بعم نبينا العباس طوالي قام دعا، ما قال لي قاصي شنو يا عمر؟ أتوسل كيف يعني، بالدعاء ولا بالجاهي ولا نعمل شنو بالضبط؟ أول ما قال ونتوسل إليك بعم نبينا طوالي قام شنو؟ قال اللهم اللهم اللهم. ده دليل قوي يا جماعة إنه كان مستقر عند الصحابة إنه التوسل المقصود نتوسل بشنو؟ بالدعاء. عشان كده عمر حذف الكلمة اللهم كنا نتوسل إليك بدعاء نبينا فتسقينا، والآن نتوسل إليك بدعاء عم نبينا العباس. العرب ما كان بيدوروا الكلام الكثير، العرب من لغتهم الفصيحة ما كان بيدوروا الكلام الكثير. إذا مفهوم عند الناس بيختصروا الكلام بقدر المفهوم. عشان كده القرآن نزل بلغتهم قرآنا عربيا غير ذي عوج بلغتهم هم. عشان كده قال واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها. صوفي يقول لك ده مجاز. مجاز كيف في كلام الله؟ المجاز هو إرادة غير الحقيقة. وربنا قال وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. كيف يكون فيه غير حقيقة القرآن؟ ده كفر بالله. طيب ما معنى واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها؟ واسأل أهل القرية التي كنا فيها وأصحاب الإبل التي أقبلنا فيها. فلغة العرب كان عندهم الاختصار يا جماعة. ولا الليلة في بعض القرى عندكم ناس بيكونوا عرب بتلقاهم يختصروا الكلام. قلت ليك إت، قلت ليك إت، مش بيقولوا كده؟ هي أصلا شنو؟ قلت ليك أنت، حتى بالداري هم بيختصروا قلت ليك إت. فالاختصار ده كان من صفة شنو يا جماعة؟ العرب أصلا. أما العجم بيطولوا الكلام. هسه زولو بيعرف لغة إنجليزية أنا ما بعرف، لكن سألت شيخ أبو بكر وراني زول لو داري يقول حاجة بسيطة عشان يقول لك كلمة بسيطة. وينو عمار؟ عمار عمار لما كان احنا انا وهو بنعمل اللايف وبترجم انا بقول كلمتين ونير، انا بقول الزول طلع برا الموضوع. سألت شيخ ابو بكر قال لي لا الزول ده جوا الموضوع، لكن قال اللغة الانجليزية اصلا كده يعني زول ما بيقدر يعبر عن الجواو الا يطلع بغادي ويشيل موزة ويراجع حتى يجيب لك الموضوع. لكن اللغة العربية لغة شنو يا جماعة؟ مختصرة مفيدة. عشان كده القرآن نزل بها، دي من الأسباب. لأنه قالوا هي أوضح لغة تعبر عما في ضمير وداخل الإنسان. الحاجة دار تقولها طوالي بتطلعها كف كده خلاص. أما ديك بتكلموا كتير حتى نديك الموضوع تفهم الموضوع المقصود. ولا كيف يا عمار؟ نعم. لذلك حديث عمر على معرفة الصحابة كلهم على أن التوسل يكون بدعاء الرجل الصالح، وإلا لما حذفه عمر رضي الله عنه. فحذفه له دليل على أن أيوة حذف عمر لكلمة بدعاء عم نبينا وكنا نتوسل لك بدعاء نبينا، حذف بدعاء دي ده دليل قوي إنه الصحابة كان عندهم شنو؟ وإلا العباس ما كان قام طوالي. وإنا نتوسل لك بعم نبينا العباس اللهم ما نزل بلاء إلا بتوبة ولم يكشف إلا بذنب ولم يكشف إلا بتوبة وهذه أكفنا إليك. عرف طوالي إنه مقصود الدعاء، طوالي دعا ما قال لي قاصي شنو. دي نقطة قوية جدا لمن فهمها وتأملها. نعم. فحذفه له دليل على أن الأمر مستقر عندهم، والدليل على هذا علمهم أيضا كانوا يتوسلون علمهم أيضا بأنهم، هنا في كلمة سقطت في الطباعة، بأنهم كانوا يتوسلون بأنهم. أيوة. والدليل على هذا علمهم أيضا بأنهم كانوا يتوسلون بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال عمر هنا، وكما توسل ذلك الرجل بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل المطر، وكان ذلك يوم جمعة وغيره كثير. ثانيا، لو كان توسل عمر رضي الله عنه بالجاه فلماذا ترك عمر التوسل؟ نعم، ليه خلى التوسل بجاه الرسول؟
والرسول صح مات الوقت ده، لكن جاه موجود ولا ما موجود عند الله؟ أعظم جاه. لكن عمر ترك، لو كان التوسل بالجاه ما كان ترك التوسل بجاه الرسول ولو بعد وفاة الرسول، ما كان قال العباس نهاية، كان قال وإنا نتوسل إليك بنبينا أو بجاه نبينا، وسكت والمطر نزلت. لا ما قال كده، قال كنا نتوسل بالنبي بعد ما مات، الآن نتوسل بعم النبي، فقام عم النبي العباس دعا الله. فلماذا ترك عمر التوسل بجاه رسول الله؟ كل نقطة من النقاط يا جماعة تكفي لردع صوفية في الشبهة، أي نقطة بس حفظتها واحدة وفهمتها كفاية، ما بالك لو عرفتها كلها. وذهب إلى التوسل بجاه العباس رضي الله عنه مع علم عمر التام أن جاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم من جاه العباس رضي الله عنه ولا مقارنة. وانتبهوا يا جماعة، في بعض الإخوة يجيبوا الصوفي يقول لك نتوسل بجاه النبي، نتوسل بجاه الصالحين، يمشي يقول للنبي ذاته ما عنده جاه، هذا كفر، ما عنده جاه كيف؟ جاه يعني مكانة عظيمة عند الله وقدر عند الله سبحانه وتعالى، وأعظم جاه هو شنو؟ جاه الرسول صلى الله عليه وسلم، والأنبياء عندهم أعظم الجاه، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها موسى عليه السلام. ومع ذلك ترك التوسل بجاهه صلى الله عليه وسلم وتوسل بدعاء العباس رضي الله عنه، وذلك لأنه أما الصالحين حقينهم المزعومين ناس برعي وصابوا نابي وغيره، هل كده يقول لازم تلينهم صالحين كده خلي التوسل، تقول التوسل بجاه الصالحين بيوس، تبي تقول يا البرعي أو يا الكباش أثبت لي إنه ده صالحين عشان نثبت إنه عندهم جاه، عشان نتناقش هل بيجوز التوسل بجاه الصالح لما بدأ صالح؟ قال بيقول غير الله بيخلق صالح كيف والفاسد كيف؟ طيب وذلك لأن عمر رضي الله عنه يعلم أن التوسل بالجاه لا يجوز، ولا يستطيع أي أحد من هؤلاء الصوفية أن يأتي بدليل صحيح واحد يدل على جواز التوسل بالجاه، وإنما الصحيح هو ثلاثة أنواع من التوسل: التوسل بأسماء الله وصفاته، والتوسل بدعاء الرجل الصالح، والتوسل بأعمالك الصالحة. بأعمالك، عشان ما في زول يتوسل بعمل شنو؟ بعمل غير. نعم. اعتراض وجوابه، يقولون ودي شبهة بجواب صوفي أنا سمعتها منه، لما تتكلم عن موضوع قصة العباس توسل عمر بالعباس إلى آخره بيقوم بيجيبوا لك الشبهة دي، تقول لهم ليه عمر ترك طيب التوسل بالرسول وتوسل العباس؟ يقول لك عشان يجوز يبين لك الجواز، جواز التوسل بالمفضول مع وجود الفاضل وفلسفة فارغة ساكن. نعم. يقولون إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ترك التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم وتوسل بعمه العباس رضي الله عنه، وكان ذلك لبيان جواز التوسل بالمفضول مع وجود الفاضل. يضرب لك مثل بين النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري أتى إلى سباطة قوم فبال واقفا، حديث صحيح الصوفية بيجيبوا الحديث هو في البخاري، يقول لك مع أنه البول قاعد أفضل طبعا، لكن الرسول بال واقف في هذه الحادثة عشان يبين الجواز، فعلا يعني يبين الجواز أنه يجوز تبول واقف، لكن بشروط طبعا ذكر ابن باز وغيره وابن عثيمين أيضا إنه البول ما يصيبك، وكذلك لا تنكشف عورته، ظاهرين أنت ذيل ممكن تبول وأنت واقف، مع أفضلية البول شنو؟ جالس. طيب ليه النبي بال واقف مرة من المرات؟ عشان يبين شنو يا جماعة؟ الجواز. والصوفية بيجيبوا لك الشبهة دي مع دي، نقول لهم ديك ما بتنطبق هنا، لكن ليه؟ لأنه الحال ما واحد، لما عمر الخطاب قال وإنا نتوسل لك بعم نبينا والعباس قام دعا، الوقت ده كان في مجاعة والناس يموتوا جوعا، ما ممكن يخليهم يخلي التمسك بالوسيلة الكبرى إذا كانت جائزة التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم بجاهه ويتمسك بالوسيلة شنو الأصغر وهو يرى الناس يموتون، هنا الحالة تختلف من موضوع البول، هناك ما في موت، في موت هناك دول بال واقف بال قاعد بيموت ما عنده علاقة ده بيده. نعم. والجواب على ذلك ما قاله الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، إذ يقول كيف يمكن أن يخطر في بال عمر رضي الله عنه أو في بال غيره من الصحابة الكرام
تلك الحذلقة الفقهية المتأخرة، وهو يرى الناس في حالة شديدة من الضنك والكرب والشقاء والبؤس، يكادون يموتون جوعا، حتى سمي ذاك العام بعام الرمادة. كيف يرد في خاطره تلك الفلسفة الفقهية في هذا الظرف العصيب، فيدع الأخذ بالوسيلة الكبرى في دعائه، وهي التوسل بالنبي الأعظم صلى الله عليه وسلم لو كان ذلك جائزا، ويأخذ بالوسيلة الصغرى التي لا تقارن بالأولى، وهي التوسل بالعباس. لماذا؟ لا لشيء إلا ليبين للناس أنه يجوز لهم التوسل بالمفضول مع وجود الفاضل. أقول إن المشاهد والمعلوم أن الإنسان إذا أحلت به شدة يلجأ إلى أقوى وسيلة عنده في دفعها، ويدع الوسائل الأخرى لأوقات الرخاء، وهذا كان يفهمه الجاهليون المشركون أنفسهم، إذ كانوا يدعون أصنامهم في أوقات اليسر ويتركونها، ويدعون الله تعالى وحده في أوقات العسر، كما قال تبارك وتعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. نعم، حاجة عرفوها المشركين تغيب عن عمر بن الخطاب، كيف المشركين مش بيشركوا في حالة الرخاء، في حالة الشدة والكرب دعوا الله مخلصين له الدين. كيف عمر بن الخطاب على الشدة والكرب يخلي الوسيلة الكبرى التوسل بالرسول لو كان جائز، ويتمسك بالوسيلة الصغرى أو الأصغر التوسل بشنو؟ بالعباس. كيف يرد في فهمه؟ نعم. وأمر آخر نقوله جوابا على شبهة أولئك، وهو هب أن عمر رضي الله عنه خطر في باله أن يبين ذلك الحكم الفقهي المزعوم، ترى فهل خطر ذلك في بال معاوية والضحاك بن قيس حين توسلا بالتابعي الجليل يزيد بن الأسود الجرشي أيضا؟ لا شك أن هذا ضرب من التمحل، لأن معاوية ابن أبي سفيان فطلب من يزيد ابن الأسود الجرشي تابعي من أئمة التابعين، قال ادعوا لنا الله. وكذلك الضحاك بن قيس برضو طلب من يزيد ابن الأسود الجرشي برضو قال ادعوا لنا، لما جاء قحط أو جاء زمن عصيب طلبوا منه الدعاء. فإذا كان عمر فاتت عليه الحاجة دي، معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما صحابي برضو جليل، هل برضو فاتت عليه خلى التوسل بجاه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال ليزيد بن الأسود الجرشي قال لا يدعو علينا، وخلى التوسل بالوسيلة الكبرى إذا كان ذلك جيدا؟ لا شك أن هذا ضرب من التمحل والتكلف لا يحسنون عليه. ثالثا، هناك سؤال نطرحه لهؤلاء الصوفية: لو كان توسل عمر بذات العباس لا بدعائه، إذن فلماذا قام العباس رضي الله عنه يدعو بعد دعاء عمر رضي الله عنه؟ رابعا، لما يؤيد أن التوسل كان بدعاء العباس لا بذاته وشخصه، هو أن عمر رضي الله عنه صرح أنهم كانوا يتوسلون بنبينا صلى الله عليه وسلم في حياته، وأنه في هذه الحادثة توسل بالعباس. ومما لا شك فيه أن التوسلين من نوع واحد، توسلهم بالرسول صلى الله عليه وسلم وتوسلهم بالعباس. وأما توسلهم بالرسول صلى الله عليه وسلم كان بدعائه، وذلك بدليل ما رواه الإسماعيلي في مستخرجه على الصحيح لهذا الحديث بلفظ: كانوا إذا قحطوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم استسقوا به يعني صلى الله عليه وسلم استسقوا به. يعني كيف يعني استسقوا به؟ نعم، يعني طلبوا منه شنو؟ الدعاء بالسقيا، طلبوا الدعاء بالسقيا، يعني الموضوع موضوع دعاء. نعم، فيستسقي لهم يعني شنو؟ يعني يدعو لهم بالسقيا. كانوا إذا قحطوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم استسقوا به فيستسقي لهم فيسقون. فلما كنا في إمارة عمر استسقوا بالعباس، يعني الاستسقاء بالرسول طالما عرفت بالرواية دي فيستسقي لهم الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني يدعو لهم. قال فلما كنا في إمارة عمر استسقينا بالعباس
يعني نفس الطريقة. طريقة كان شنو في عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ طلب الدعاء بسقي الماء من الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما جاء عهد عمر طلبوا من العباس أن يدعو لهم بسقي الماء. فالتوسلين من نوع واحد. نعم. فقوله فيستسقي لهم صريح في أنه صلى الله عليه وسلم كان يطلب لهم السقيا من الله تعالى، لأن معنى الاستسقاء كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: والاستسقاء هو طلب سقي الماء من الغير النفس أو الغير. أيوة الاستسقاء. قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يستسقوا به فيستسقي لهم، يستسقوا به يعني طلبوا منه شنو؟ هو يستسقي لهم، هو يعني طلب سقي الماء للغير من الله سبحانه وتعالى، يعني دعا لهم الله سبحانه وتعالى.